والآن الكلمة للسيد حسين أمير عبد الديان وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سمو رئيس الوزراء أستاذ مصطفى الكاظم، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو الكرام والمعالي، شكرا لكم. أود أن أعرب عن سعادتي لمشاركتي اليوم في مؤتمر دعم العراق في بغداد نيابة عن الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفخامة السيد الرئيس الدكتور رئيسي رئيس الجمهورية. فهذا المؤتمر بمشاركة دول المنطقة يؤكد على مسائي وجهود جمهورية العراق في توفير مجالات التعاون والتآتي بين دول المنطقة، وأتمنى في ظل هذه الاجتماعات أن نتوصل إلى منطقة آمرة ومتنامية وحرة. أيها الحضور الكرام، إن العراق يلعب اليوم دوراً هاماً بفعل الجهود والرؤى في المنطقة، فالجمهورية الإسلامية الإيرانية كانت من أول دول المنطقة التي اعترفت بالعراق الجديد، وأملت من خلال دعم السياقات وعمليات السياسية في هذه البلاد على تطوير أنواع التبادل السياسي والاقتصادي والتجاري معها. إن العراق الجديد المتحرر من الإرهاب في الحال الحاضر بحاجة إلى إعادة الإعمار وتدعيم الأمور المحلية وكذا تنمية علاقات التعاون في المنطقة. لذلك فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية إذ تدعم أمن واستقلال ووحدة أراضي العراق وعزته وقدرته ورفع مكانته الإقليمية والدولية، تعلن استعدادها لتنمية أوجه التعاون الثنائي والإقليمي. لقد وصل أنواع التبادل التجاري بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية العراق على مدى السنوات الماضية إلى أكثر من 300 مليار دولار، وتوفر 8 ممرات عبور رسمية ونشط بين البلدين، واستمرار شتى أنواع التبادل التجاري عبر هذه الممرات رغم تفشي فيروس كورونا، تعبر عن الترابط المتجذر الاقتصادي بين البلدين. وقد ساهمت إيران عبر تصدير الخدمات الفنية والهندسية والغاز والكهرباء بشكل ملحوظ وباهر في تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية مع العراق. أيها الحضور الكرام، إن نشوء داعش كانت من جملة أهم المخاطر التي تعرضت إليها المنطقة، مما تركت خسائر لا تعوز، ومع الأسف تضرر العراق كثيراً بفعل ظهور الجماعات الإرهابية. فإن لم تكن الإرادة الشعبية العراقية ودعم المرجعية الرشيدة وتقارب أبناء المجتمع ومختلف شرائح الشعب العراقي متاحة، لم يكن يعرف ماذا حل بالعراق وبلدان المنطقة، وإلى أي مدى تتعرض المنطقة والعالم إلى التهديدات المباشرة من قبل التيارات الإرهابية. إن جمهورية الإسلامية سارعت
لمد يد الأون إلى العراق الشقيق والصديق على مسار مكافحة الإرهاب، ولم تتأخر جهداً في هذا السبيل، كما أن الشعب العراقي والأحزاب ومختلف الفئات والتيارات والمؤسسات العراقية وأيضاً الحكومة العراقية قدموا آلاف الشهداء على طريق الاستقلال ومكافحة الإرهاب. ورغم ذلك ارتكبت الحكومة الأمريكية جريمة كبرى باغتيال الشهيدين المكافحين لجبهة الإرهاب التكفيري، وهما أبو مهدي المهندس رحمة الله عليه. على هذا فإن الأمريكيين لا يجلب السلام والأمن لشعوب المنطقة فحسب، إنما كانوا العامل الرئيس للانفلات الأمني واللا أمن، حيث يمكن رؤية واستشعار هذا الموضوع في كثير من دول المنطقة بكل جلاء. وهنا أرغب أن أشدد على دور ودعم دول المنطقة لاستقرار وأمن العراق، وأخص بذكر التحقيق الأمن بمشاركة كافة الدول الجارة للعراق بما فيها الجمهورية العربية السورية الشقيقة والصديقة. أيها المشاركون الأعزاء، إن مسير وحكومات وشعوب المنطقة على ضوء الوشائج الدينية والثقافية والتقليدية والجغرافية والتاريخية المشتركة مرتبطة ببعضها البعض. فالجمهورية الإسلامية كانت ولا زالت تؤكد على تحقيق السلام دوماً عبر الحوار والتباحث الداخلي الإقليمي، وتتمنى أن تصل دول المنطقة إلى قناعة مشتركة على أن الأمن لا يستتب إلا عبر الثقة المتبادلة بين دول المنطقة بعضها بعضاً، والاعتماد على القدرات الوطنية وتعزيز الاتصالات وحسن الجوار بين بلدان المنطقة، وعدم تدخل الدول الأجنبية فيها. فهذه القناعة المشتركة يمكن أن تمهد المجال للكثير من علاقات التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي بالموارد الإلهية أجواء الرقي والتنمية الشاملة لبلدان المنطقة. إن المنطقة تمتلك جميع المؤشرات الدينية والثقافية والحضارية والطاقات المادية والمعنوية للتعاون والتقارب الإقليمي، ولكن مع الأسف بفعل مظاهر التدخل الأجنبي وهيمنة الأفكار المتمحورة حول الأمن إلى مشاكل عديدة ومنها الحرب وعدم الاستقرار والتوتر الأمني. فما نحتاجه اليوم وأكثر من أي وقت مضى هو الوصول إلى الأمن الإقليمي المستدام. الأمن الإقليمي المستدام بمشاركة دول المنطقة، إذ إن تحقيقه رهن بإنفاق الموارد الاقتصادية للوصول إلى التحالف من أجل السلام والتنمية. نحن نعتبر التدخل الأجنبي في الترتيبات الأمنية في المنطقة غير بناءة، ونؤكد على الدور المحوري لأهل المنطقة في الحوارات الإقليمية. إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أعلنت دعمها
ومساعدتها للعراق حكومة وشعبا، وكذلك ما يتعلق بقراراتها الخاصة بشأنها المحلي، ومنها خروج القوات العسكرية والأجنبية وإقامة الانتخابات المبكرة، وترحب ثانية بالدور البناء لهذه البلاد في إشاعة ثقافة الحوار وعلاقات التعاون الإقليمي، وتعتبر بأن أوجه التعاون الإقليمي فيما بين دولها هي ركيزة بناء السلام والاستقرار والاستقلال في هذا المسار، لأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية من خلال التأكيد على الدور الهام لبلدان المنطقة أعلنت استعدادها لدفع هذه الأهداف والغايات إلى الأمام. وفي الختام، كما يسرني هاهنا من بغداد وفي بداية الحكومة الجديدة في إيران، نؤكد على أن إيران تنتهج في سياستها الخارجية في ذي الحكومة الجديدة سياسة متوازنة وفاعلة ووائية، تعتمد أولوياتها على تنمية العلاقات مع جيرانها والإقليم، وتشد بدفع أيدي جيرانها. مرة ثانية أتقدم بالشكر الجزيل للحكومة العراقية لاستضافة هذه المؤتمر، متمنياً كل النجاح والرفعه للحكومة العراقية والشعب العراقي الشقيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.